السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه رسالة خاصة وبأسرع وقت خاصة توصل لشوف تي في. شوفوا أشنو كاتبة شوف تي في على زين الدين. شوف مؤثر شاهده شاهد دموع أب الطفل المغتصب عمران والذي دفن حيا. وهي الكامبو عندها كاع الاسرار ديال هاد الدري هذا، ما عرفتش الصحافه هادو شنو علاش دارت هاد الشيء. انا ولاو الناس كيتصلوا ليا برزطوني زين الدين البركه في راسك، واش الدري ولدك؟ واش هادي ما كناش عارفين دوك يعزيو فيا؟ شاد البساله هادي ديال هاد شوف تي في؟ شوف تي في غنعطيك 24 ساعه غيوصلك الخبر، انا مراقباني 24 ساعه. يا تحذفي المنشور وتقدم اعتذار في عندك في لاباج، يا قسما بالله منزقه. انا كنقول لك شوف تي في كنحترمك، خديتي فيديوهات ديالي وسميتو، دابا كنحترمك قدام اي ناس اللي كيحترمونا كناس اللي هما كيوصلوا الرسائل والناس اللي كيخدموا هاد البلاد. اذا جوج كلمات، يا تحيديها يا ما غنسقاش، غادي نحبس كل شيء والله الا سقيت. الناس راه برزطوني في التليفون، ها انا معاكم باش ما يقولوش ترى ثاني، ها انا معاكم زين الدين، يعني لا اله الا الله محمد رسول الله. تشوف تي في ما عرفتش شنو هي، كان بو عندها عندها كل شيء، الدلائل ديال الناس وعندها الاب ديال السيد وعندها، كتشوف الجرائد وكتشوف التلفازه شافت في اذاعات قنوات اخرين. ما فهمتش انا علاش قالت بحال هكا، دارت مؤثر شاهده. اذا بغيت تبارطاج هذا الفيديو هذا لشوف تي في، يا اما نبقى محترم كنشوف تي في، يا اما ما غنحترموش بعضياتنا. اذا معكم محمد زين الدين، تبعوني في لاباج ديال لقيت الكدواك. لقيتي شي حاجه عليا؟ راه ما كاين، راه ما قال. ولكن باش تقول لي انه دير هذا ونولي انا كنتيصوني ولا عباد الله وتعرفوني ولا اوكي تعيطوا عليا، ما عرفتش. المهم بارطاجيو هذا الفيديو باسرع وقت يوصل لهم.